السلام عليكم، مساكم الله بالخير. اليوم فكينا هذه الشجرة، شجرة الأراك، واستخرجنا منها هذه المساويك. بارك الله فيكم. ثم رجعنا الشجرة في نفس الأسطوانة، وإن شاء الله طلع مساويك أخرى. بارك الله فيكم. هذه المساويك اللي استخرجناها، وهذا مقص المساويك. نضعها في الكيس هذا نايلون، ثم نضعها في الثلاجة. كلما احتجت إلى مسواك تأخذ واحد. بارك الله فيكم.